عارفين كده الأخبار اللي هي تقروها تحسوا إنه يعني يلا بقى يلا بقى يلا بقى نشد حنا كده ونقبض على كل بني آدم ليه علاقة قريبة ولا بعيدة، مباشرة ولا غير مباشرة، بموضوع خطف الأطفال ده. من الوطن، حبس سيدة حاولت خطف طفلتين من مول تجاري بالشيخ زايد. قررت نيابة أكتوبر أول حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في خطف طفلتين من مول هايبر ون بالشيخ زايد، بعدما أشارت التحريات أنها عضوة بعصابة كبرى لخطف الأطفال. وأفادت التحقيقات النيابة بأن السيدة اقتربت من طفلتين يبلغان من العمر 10 و11 عاما أثناء شرائهما بعض الاحتياجات من مول هايبر ون، وتحدثت إليهما فترة طويلة حتى انتابت إحدى الطفلتين الشك واتصلت هاتفيا بخالها الذي أسرع إليهما وأمسك بالسيدة التي ارتبكت وقالت إنها كانت تتحدث إليهما فقط، فتم تسليمها لأمن المول واقتيادها إلى قسم شرطة الشيخ زايد. وأنكرت المتهمة في التحقيقات نيتها في اختطاف الطفلتين وقررت أنها كانت ترغب في سرقة هواتفهما المحمولة فقط، إلا أن تحريات المباحث أكدت أن المتهمة عضو بعصابة كبرى لاختطاف الأطفال من نطاق محافظة أكتوبر والمولات الكبرى. أمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بتشكيل فريق بحث وتحري للكشف عن باقي أفراد التشكيل العصابي وسرعة ضبطه وأحضاره قبل تنفيذه جرائم أخرى. فاكرين حضراتكم من كم أسبوع أو شهرين ثلاثة هنا في صباح دريم أكتر من مرة لما اتكلمنا ونشدنا وزارة الداخلية، الكلام ده موجود على يوتيوب وموجود على فيديوز وموجود في كل مكان، أكتر من مرة قلنا إنه في عصابات منظمة لسرقة الأطفال، وعرضنا فيديوهات وقلنا بتبقى في اتفاقيات إنه الأم تبقى ماشية ابنها أو بنتها في إيديها، تيجي واحدة تفتعل معها خناقة فالست ملهية في الخناقة فبتسيب إيد ابنها، في لحظة بيكون حد واقف مترصد بيروح خاطف الولد وماشي، وفي النهاية محدش بيتمسك ومفيش حد بيعرف يعمل حاجة. وأكم من جرائم حصلت وقد إيه أطفال كتير جدا جدا اتخطفوا، ربنا يا رب يطمن قلوب أمهاتهم عليهم وأبائهم عليهم يا رب، ويرجع كل طفل مخطوف لأهله وذويه، بس في كتير جدا 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 من الأطفال ما زالوا مخطوفين لغاية النهاردة. للأسف الشديد ما كناش بنسمع إن في حد اتقبض عليه، دلوقتي عندنا متهمة مقبوض عليها. الكلمة اللي هنقولها لكل القائمين على تنفيذ وتطبيق القانون في مصر، كل بني آدم مجرم بيسمح لنفسه أنه يشترك في خطف طفل وأنه يحرق قلب أم وأب على ضناهم ابنهم أو بنتهم بغرض التسول أو البيع والتبني أو تجارة الأعضاء أو التجارة الجنسية، يا رب يسلم الجميع يا رب، قاعد دلوقتي مستني يعرف الست دي هيتعامل معاها إيه. معلش ادوني دقيقة عشان أقول ده تاني، دلوقتي كل المجرمين كل عصابات خطف الأطفال قاعدين دلوقتي مستنيين يعرفوا الست اللي اتقبض عليها من مول هايبر ون في الشيخ زايد وهي بتحاول تستدرج بنتين صغيرين عشان تخطفهم، وفي الآخر في النيابة ارتبكت وخافت وقالت أنا ما كنتش ناوية أخطفهم، أنا كنت ناوية أقلبهم بس أسرق موبايلاتهم بس، تمام؟ قاعدين مستنيين يعرفوا دلوقتي القانون مجرى ايه بالظبط مع الست دي. لو الست دي جاء محامي، طبعا ده لو ثبت 100% يعني، انا لا استبق التحريات، لسه في تحريات وفي كل حاجه طبعا والقضاء اللي بيحكم في النهايه، اللي انا بقوله انه لو ثبت فعلا انه هذه السيده مجرمه وتنتمي لتشكيل عصابي بيخطف الاطفال وبيعمل فيهم كل الممارسات الشنيعه اللي بتحصل فيما بعد اللي اشرنا ليها اكتر ما مره قبل كده، لو الست دي القانون كان متهاون معاها واداها حكم مخفف 1 سنة ولا 3 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين حتى، كل المدة دي ما تسويش حرقة قلب أم وأب على ابن أو بنت اتخطف منهم مش عارفين هو عايش ولا ميت، ولو عايش بيتعامل فيه إيه وبيتعامل بيه إيه. أرجوكم، أرجو كل القائمين على تنفيذ القانون، لو هنحتاج، لو ثبت إن الست دي فعلا في عصابة بتخطف الأطفال وربنا كرم الحمد لله وقبضنا اخيرا على حد اهو تمام وفي ايدينا واعترفت وخلاص ما عندناش يعني تشكل اليقين خلاص انه الست دي فعلا مجرمه بتخطف الاطفال، لو هنضطر نجيب، لو القانون مش هيسعفنا
ومفيش عقوبة مغلظة على الست دي ممكن نديها لها بالقانون لو هنضطر نجيب يعني استثناء من رئيس الجمهورية. لو المجلس الأعلى للقضاء يطلع قانون استثنائي أي حاجة، أنا معرفش الحقيقة اللي ممكن يتعمل، لكن اللي أنا واثقة فيه إن الست دي لو أخدت كده حكم مخفف سنة ولا ثلاثة ولا خمسة يبقى عليها العوض ومنه العوض.